رب الذنوب يا الله ركبت الهادي المسفى يا الله من كل البلايا يا الله وادفع الأفعال وارفع يا الله رب الذنوب يا الله ركبت الهادي المسفى يا الله وللزوجات في أزواجهن على ما يحب وعلى ما يرضى وعلى ما تستقيم به الحياة على الهناء والصفاء والوفاء والاقتداء والاكتفاء بالنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شأن الرجل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وشأن المرأة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. تبعل إحداهن حسن تبعل إحداهن لزوجها يعدل ثواب الجماعات والجمع والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. الأمور واشرح لهم الصدور وبارك لأهل اليمن وحضرموت في هذه الاحتفالات لليلة وللأمة المحمدية واجعل فيها مفتاحا لأبواب الفرج ورفع الضيق والحرج وصلاحي لكل شأني للأمة في ما ظهر وما بطن والاقتداء بنبيك المصطفى محمد في السر والعلن. اللهم وأصلح شؤون الأمة أجمع واسمع دعاءنا يا أكرم من يسأل.
فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. الخير الخير ابن سعيد ابن سعيد أمده زوجك أنكحك وأن تنكحك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي أوصاف ابنة محمد بن عبد الله بالرعية المهر المتراضى عليه بيننا اللهم ارحمنا بالشيخ العليم.
انظر كما من نظار نبغى المنن والعطايا جاكم حسن بن شدود من المدينة حضار يبغي كنوز الخفايا من عندكم والجدود اهدي لنا يا عمار عندك جميع الهدايا من حي أهل الزرود والسر فيكم ظهار كان وسط الزوايا من فيض فضل الوجود فاتحة لا برد وسلام لحبيبي عمر هو تفوق وانتصر سلام لحبيبي عمر هو تفوق وانتصر ربك أعطاه الفوز والحظ القوي والانتصار نعم ربك أعطاه الفوز والحظ القوي والانتصار كل من تعلم في علوم الشيخ والسيد عمر له بادعي بالعافية والستر وبطول العمر عمر يا رب وله بادعي بالخير ربي يحفظه من كل شر وله بادعي بالخير ربي يحفظه من كل شر مولد نوينة مستشارة حي والله يا خالق الكون يا عالم بما في الصدور وأسرارنا الخافية يا مكتفي بالبشر نحيا ولي في القبور ويدك الوالية والفي صلاتي على المختار بدر البذور وأهدافه السامية والفي صلاتي على المختار بدر البذور وأهدافه السامية سلام مني لكم يبلغ جميع الحضور في هذه الضاحية من عند شاعر رهيف الحس عنده شعور وسكينته هادية للشيخ أبو بكر بن سالم غزير البحور الموعظة الشافية والحبشي القطب ذي ألف ونظم سطور في النحو والعامية سلام مني لكم يبلغ جميع الحضور في هذه الضاحية من عند شاعر رهيب الحس عنده شعور وسكينته هادية الشيخ أبو بكر بن سالم غزير البحور الموعظة الشافية عالم الداعية الله يصونه من عيون الحسد والسحور ديمالهم تالية وتغمره بالسعادة والهناء والسرور والخير والعافية الساده الأوفية والأقرباء والصهور تحيتي غالية أهل القرايع وهم أهل البصر والفكور عقولهم زاكية للعلم أسس مباني فاخرة بالقصور فيها النور عالية